بمجرد دخولك هذا المحل سيلفت انتباهك سلسلة من الورود لا حصر لها من الألوان والأشكال، مزينة بهذه الرفوف وبشذا روائح عطرة وديكورات عصرية تسر الناظرين. احنا رانا من الاوائل اللي نخدموا هذه المهنه تاع الورد في ولايه بليده. بابا كان يخدم هذه الخدمه وراني انا معاه دوك، راني في المهنه هذه راني عندي 10 سنين ورانا ندوروا في الحرفه تاعنا وندخلوا فيها صوالح بزاف. عندنا لي روز، عندنا لي روز تاع لامبورطاسيون، عندنا لي روز تاع لوكال، عندنا لافي، عندنا لي كليزونتان، عندنا بزاف صوالح كاين واش يكون نحضروا احنا. علي شاب احتضن مهنه الوالد وشرع في تحسينها وتطويرها بأنامله الذهبية بإضافة لمسات فنية وعصرية تأسر القلوب وتسحر العيون وتعبر على كل معاني الحب والمودة. وصلنا مع الناس مختصين في هذا المجال هذا وطاونا أفكار ورانا نخدموا بهم، رانا نرفدوا عليهم، رانا نطوروا في الخدمة تاعنا بالمعلومات اللي طاو هنا المختصين في هذا المجال. حابين نبقاو نحافظوا على اسم تاع مدينه الورود ونحضروا الورد في كل مواسم كيما يكونش كاين نحضروه. الورد راه من اغلى الهدايا اللي تعبر بها للشخص اللي تحبه، كي تدي له ورد تقول لك عبرت له حاجه يفرح بها بزاف. اهداء الورود وبيعها تعد من عادات وتقاليد ولايه البليده التي حملت اسم مدينه الورود، ويطمح علي في الحفاظ على هذه الثقافة التي اشتهر بها أبناء الوريده.